أهلا وسهلا، صباح الخير والمحبة من هنا من داخل محافظة القنفذة، هذه المدينة الحالمة فعلا الرائعة بأهلها بناسها أيضا ببحرها الجميل بتراثها أيضا الرائع. اليوم سنأخذكم في رحلة عبر التاريخ هنا في هذا الملتقى الرائع، تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور. هذا الملتقى الجميل الذي يسر الناظرين فعلا بمحتوياته الرائعة. سنأخذكم مشاهدينا ومشاهدي أيضا النشرة الأولى في جولة هذا الصباح برفقة الأستاذ إبراهيم الفقيه، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية حفظ التراث بالقنفذة. حياك الله أستاذ إبراهيم، وفي البداية صباحك سعيد وشكرا لك لقبول الدعوة. أوقاتكم يبارك فيكم، الحقيقة نحن سعداء بكم وشكرا لقناة الأخبارية على هذا التغطية الجيدة، الله يبارك فيكم. ونحن أيضا نشكركم على هذا العمل الرائع. بودي في البداية أن تطلعنا ما هي أبرز الأهداف التي تسعون من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات؟ حفظك الله. أولا هذا الملتقى وهذا المعرض الحقيقة يأتي بموافقة من سيدي خادم الحرمين الشريفين كفعالية مصاحبة لملتقى تاريخ وحضارة القنفذة، ونحن في جمعية حفظ التراث الحقيقة مشرفين على هذا المعرض. حقيقة نهدف إلى إبراز ماضي هذه المحافظة وحضارتها وتذكير الأجيال بما كان عليه الآباء، فالحمد لله يعني الحقيقة تجد أنه يعني مشاركات كثيرة جدا، وحرصنا حقيقة على مشاركة الإدارات الحكومية لتاريخ كل إدارة الحقيقة تبرز تاريخها، لأن معظم الإدارات الحكومية في القنفذة هي من أقدم الإدارات في المملكة وأنشئت في عهد الملك عبد العزيز. فنحن يعني حريصين يعني حقيقة في الجمعية في هناك الحقيقة لنا يعني طموحات كبيرة جدا، فنحن إن شاء الله يعني عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى المرحلة النظرية، وهي جمع التراث اللي هو المعنوي الكلمي على أساس أن يكون عندنا موسوعة إن شاء الله لحفظ التراث مكونة من عدة مجلدات. المرحلة الثانية هي جمع الموروثات، والمرحلة الثالثة والأهم هي تدريب الأجيال على ما كان عليه الآباء من الصناعات والحرف والأنشطة وكذا. هذه ثلاث مراحل إن شاء الله يعني استراتيجية ومرحلية إن شاء الله. جميل، إذن هي في المستقبل طبعا أكيد يعني هذا المعرض كونه طبعا ربما هو التجربة الأولى. نعم. بالتأكيد لديكم أهداف ربما في المستقبل، لماذا لا نشاهد مثلا مثل هذا المعرض على مستوى أيضا على مستوى المملكة وأيضا ربما على مستوى دول؟ بإذن الله نحن طموحاتنا أكبر من هذا إن شاء الله، أن يكون عندنا معرض دائم بإذن الله. أي نعم، وأوسع من هذا بإذن الله. جميل، أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم، وحقيقة أنا مبتهج بما رأيت، وسنواصل أيضا الجولة وأشكرك على وقتك. شكرا حبيبي، بارك الله، استودعك العافية. شكرا. نعم يعني كما شاهدتم يعني كما ذكر أيضا ضيفي هذه التجربة الأولى ستواصل بإذن الله في المستقبل لتصبح ربما ليس فقط على مستوى المملكة بل حتى على المستوى الدولي، ففعلا لدينا تراث يجب أن نفتخر فيه وبما يحتويه أيضا. إحنا بنواصل الجولة، في البداية سنذهب إلى القسم الزراعي وهذا الزي الجميل الأستاذ علي الكديسي، في البداية أرحب فيك وبودي أن تحدثنا في البداية عن هذا الزي الجميل الذي ترتدي. بارك الله فيك، الله يحييكم. أولا عندنا ترحيبة خاصة، مرحبا ألوف شب وخلوف، هذه للمحافظة. جميل. طبعا نحييكم ونقدم لكم ما عن الموروث الزراعي. جميل. وهذا الركن الزراعي. أولا الزي هذا الزي التهامي للمزارعين، هذه هنا يسميها مظلة طبعا تقي من الشمس، ثم هذه سدارية وهذه جنبية نسميها جوفية بالضبط لأنها في الجوف، ثم هذا إزار من أسفل نسميه المصنف، وهذا نسميه المجرد أو اللحاف. طبعا هذا يستخدم المزارع وقت البرد اللي تحبه، وإذا كان ما عنده فراش يحطه يفرش عليه، ويستخدم له عدة منافع كثيرة. جميل، الله يعطيك العافية. أنا ودي برضه تحدثنا إيش أبرز الأشياء اللي داخل المعرض؟ أبرز الأشياء اللي داخل المعرض هي المحراث، هو الذي بداية الزراعة يخطط الأرض في نظم وإتقاني كأنه ريشة في كف فناني. طبعا هو الذي يخطط الأرض وهو الذي يقوم بالزراعة. طبعا في حاجة ثانية نحط فيها الحب خلف المحراث، ثم هكذا بالشكل هذا، معليش هذا السيف. طبعا نحط الحب هنا، شوف كيف لما نحط الحب ينزل من أسفل معاه، شوف ينزل في الأرض، والأرض محروثة بالمحراث. المحراث له أدوات كثيرة،
منها بس ودنا عشان الوقت. طيب معلش نمشي معك. طيب معلش، هذه ادوات المحراث كامله. طبعا الساقه والسنه والمحراث كامل، الوصل طبعا، هذا هذا الفاس يقطع به الاشجار، ثم هذا السلال يوضع فيها الحب والعذوق علشان تصل الجزء. نعم الجزء طبعا هنا. نعم. هذه الزراعه، هذا نسميها الذره، قصب الذره. جميل. طبعا هذه بدايته، هذه السنابل اللي يطلع منها الحب عشان يطلع هو زي ما كنت. شكرا لك يا استاذ علي، ركن رائع وعمل جميل رائع تقدمه، شكرا لك. احنا بس عشان ضيق الوقت اي تفضل. دائما تستخدم الثور عشان نغطي بها، في فوق هناك المفقاع علشان برضه الصوت يطير العصافير عشان ما تاكل شيء الثمر. وهذا كل ما وجدناه في وحياكم الله. انا اشكر، انا اشكر. جميله جدا هذا الدلو، طبعا كان من اول ما في لا مواطير ولا شيء ينزفون بالماء من البير، هذا اسمه رشا وهذا الدلو. هذا ما عندنا، سلامتكم حياكم الله ومرحبا الوف شب وخلوف. شكرا لك، شكرا لك، الله يبارك فيك. نعم لدي فعلا هذا الحس الرائع والجميل، وبودن فعلا ودنا وقت اطول حتى نطلعكم على بعض التفاصيل التي كانت لدى المزارع قديما، لكن خلونا احنا ننتقل الى قسم الشعر الشعبي. الاستاذ الجميل خليل عرب، انا ارى ما شاء الله تبارك الله لديك انواع للشعر، الهوى، لون العسيري، الخطوه، بدي ان تعطينا بشكل مبسط عن ابرز ما يحتوي هذا الركن بالتحديد. الله يحييكم اولا وتشرفت بقيتكم. هذه طبعا الالوان او انواع الشعر الشعبي في المحافظه طبعا هي كثيره، احنا اخترنا الثلاثه المهمه اللي هو شعر الهوى او الطرق والعسيري والحلوي. بعطيكم نموذج عن الهوى، يقول سالت دموعي فوق خدي وحنيت كم لي سنة مشفق علي ولا حن قلب الغضي قاسي أبا ما يحن وقعت في ناس ولهم يحنون. الرد قال يا الساحلي ماذا جرى لك وحنيت اللي حنينه ما يشابه إلى حن، كنت أحسب أن الساحلي ما يحن وثر السواحل من شقاهم يحنون. اللون الآخر اللي هو العسيري، وهذا خاص بمحافظة القنفذة، ونموذج منه يقول مريض عسولي عسى يسبي جاه النبي عسو على صدري عسى يسكن عساني يتشافى وأقول هذا كف محبوبي عسى صروعي. اللون الأخير اللي هو لون الزيفة أو الحلوي أو الخطوة، هذا هو اللون وهو من الألوان المنتشرة في المحافظة. وعندنا نموذج هنا يقول شاغلوني بنات الود وأنا الذي تعبان قلبي من الشك ما صدق لي حبيب الروح قلبي هوي وهل الهوى يشغلونه. والرد يقول شاق عيني حسين اللون والثوب اللي حظية جديدة من الشك لبس الأخضر دقيق الروح يقولون في بندر عدن يشغلون. هذه بعض النماذج، وعندنا حقيقة يعني أكثر من 10 أنواع الشعر، لكن احنا اخترنا الثلاثة المهمة اللي هو الهوى أو الطرق، العسيري، الزيفة. هذه من أهم الألوان الموجودة عندنا في المحافظة، وأسعدني جدا زيارتكم وشكرا لكم. وعمل رائع وما شاء الله، شرح وافي وكافي، الله يعطيك ألف عافية. شكرا لك أستاذ خليل، شكرا، الله يبارك فيك. نعم يعني ألوان شعبية وأيضا تراث رائع. أيضا هنا العم نافع بن علي لديه معلومة رائعة جدا، بودي أن تحدثنا بشكل سريع ماذا يحتوي هذا الركن بالتحديد؟ مرحبا ألف، الله يحييكم، يا مرحبا. هذا الركن طالة عمرك والسامعين هو خاص بالثلاب أو الشخص الذي يريد الطهار فيما مضى، يسمونه الثلاب، وإذا انتهى من الثلبة يلبس اللبس للعب، يسمونه مدرم، يسمونه مدرم. يلبس طال عمرك الدكة هذه، ويلبس الشميز، ويلبس حزام، طبعا في وسطه بتكون سكين او جنبيه او خنجر، جنبيه نسميها او جوفي. يلبس ايضا حزام من الفضه او يشاح، حزام او حزامين. وهذا طبعا طبعا الفضه ما يلبسها الرجال، لكن وقت الطهار لا يلبس، يلبسه ليش؟ لغرض، الغرض هذا انه طبعا الفضه تكون محبوكه ومسبوكه، واثناء لعبه ومن شدة ما يلعب والفرح والحماس ينقطع هذا الحزام، فإذا انقطع هذا الحزام هذا يعتبر علامة أنه أنجز وأدى اللعب وكان وهو مستعد أيضا للطهار بالشكل الجيد. جميل جميل، الله يبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية، شكرا لك. حياكم الله. أيضا هنا أحد الأركان الرائعة فعلا والذي يلفت النظر بما يحتويه من محتويات قيمة. خلينا في البداية نرحب فيك وصباح الخير، بودي أن تعرف بنفسك في البداية للسادة المشاهدين. صباح النور، الله يحييكم. والحقيقة أن أنا معك أخوك محمد الشريف، مؤرخ وباحث تاريخي. الحقيقة أعرض لأول مرة حوالي
مجموعة شخصية الوثائق تمتد فيما يعادل 300 عام من الآن، وهي تشمل جمالة، يعني زمان كان الإنسان في هذه البلاد يتحرك عن طريق الجمال، والجمال كان هو بديل اليوم القطارات والسيارات والطائرات، وسيلة نقل. نعم، وسيلة نقل. والآن نشهد في عهد الملك سلمان الله يطول عمره وسمو ولي العهد اهتمام بالإبل. جميل. ولها نادي. هذه وثائق تعتبر كيف تقيد القيود وتنقل البضائع وتنتقل من مكان لمكان، فكانت العملية عملية منظمة. الشيء الثاني عندنا هنا دفاتر تجارية. هذا القنفذة كما نعلم كان ميناء رئيسي، وكان ميناء أول ميناء بعد ما دخل الملك عبد العزيز إلى الحجاز، كانت القنفذة هي مفتاح دخول الحاج ونجاح أول موسم في تحت الإدارة السعودية. وهذه وثائق تبين الميناء وتنقلات الحجاج من القنفذة إلى 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 مكة المكرمة، لأن جدة كانت تحت الحصار، فبالتالي القنفذة لها دور تاريخي في تأسيس المملكة العربية السعودية. واليوم ودي بس عشان بشكل سريع أهم الأشياء، يعني أنا رأيت هنا أيضا وثيقة. نعم، هذه الوثيقة تخص المرحوم سمو وزير الداخلية، وهي عبارة عن مقاضي الخاصة بالمنزل من بقالة كانت صغيرة والآن مجموعة تجارية اسمها بسمح. ما شاء الله. نعم، حقيقة ما شاء الله وثائق يعني ثمينة ورائعة جدا. المرحوم بن باز لما كان مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، هذه وثيقة يطلب بعض الطلبات للجامعة من سفارة خادم الحرمين في القاهرة. جميل، الله يبارك فيك، وعمل رائع. أنا طيب، هل 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 مثلا هذه الأشياء حرصت أنك توثقها مثلا كمكتبة أو كمرجع يستطيع من خلالها، أو هذه التجربة الأولى وإن شاء الله تكون عندك؟ أنا الحقيقة هذه عندي مكتبة خاصة ومجموعة خاصة فيني، والحقيقة أنا عندي 15 كتاب في التاريخ وفي نعم، من ضمنها كتاب عن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه اسمه الملك عبد العزيز وملحمة البناء. جميل، احنا بإذن الله طمعانين في أنه يكون هناك مكتبة خاصة تكون متاحة أيضا للزيارة. عندي بيت ثقافي داخل مدينة جدة التاريخية ويحتوي على مجموعة من هذه الوثائق. جميل جميل، الله يبارك فيك، تشرفت فيك، الله يعطيك ألف عافية. شكرا لك، شكرا لك. نعم نعم، مشاهدينا الكرام، يعني نحن الآن ربما وصلنا إلى ختام هذه التغطية الرائعة. لو كان لدينا يعني المزيد من الوقت ممكن ناخذ يعني أركان، لأنه فعلا هذا المعرض يحتوي على العديد من الأشياء الثمينة والرائعة جدا، ونتمنى إن شاء الله أن نكون نقلنا صورة حية من داخل هذا الملتقى الرائع. والآن فتحت الأبواب للزوار وكما ترون بعض الضجيج، لذلك أشكركم جميعا على هذه المتابعة، والكلمة والصورة لكم.